لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بنات اللي قالوا لي البارح لا تريد أعطينا الوصفة نتاعها، الوصفة نتاعها في الألاين، وصفاتي في الألاين، ومانيش ندير معكم وصفات ياسر، سمحوا لي يا أخي نشتي ندير الوصفات وكاع، بصح الله قالب مانيش نصيب، ونقول لكم عاد ما كلتي أكثر من البر. قولي لي شوي نطيب العشاء، نطيب في القدامة، نطيب شكيني بيا الحانوت وكاع. واش نقول لكم، وصالح وبيسان قرايتها وزولا تقرا ودان حاجه، راكم عارفين مسؤوليه، راكم عارفين. واش نقول لكم البنات، وكاين ياس اللي قالوا لي حطي لنا الوصفه نتاع الصدر، وصفه الصدر شوفوا البنات افيكاس افيكاس روعه. شوفوا البنات انا الصدر صح رهيب رهيب، كي نقول لكم درتو الحمد لله يا ربي. كانت لي واحد الجيه هنا، شوفوا شقول نقصت الشعر مع الشامبو مع السبقه مع، وعاد يتنسل لي شعري شويه، عاد كي تعدنا مشطني تخزري هذاك يعني هنا نقص لي شويه. ونقول لكم الحمد لله مع الاستعمال نتاع الصدر الحمد لله يا ربي الحمد لله. والله قال شفتو بدا ينبت، شفتو داك لي بيبي الصقار هذاك بدا ينبتو هذاك، تخزريهم ما بين السقب هذاك داك الطويل، تخزري السقب داك السقيه. واش نقول لكم البنات، زين ياسر كاع الصدر. واش هي الحاجه اللي ديريها اي وحده نوصيها دير دواء عرب تتنوى فيه، وهي كلش راها بالنيه. انسان اذا تنوى في حاجه بداش يقولوا انا تقول والو ما قدرت والو، قولي ينور لي شعري كيما انا ما فين نقولوا راني فرحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريمة الأخوات، تفاصيل طعن المؤثرة الجزائرية أم بيسان في واقعة لا تصدقها العين. شهد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر يوم الأربعاء جريمة بشعة على الهواء، مباشرة عرفت إعلاميا بجريمة الأخوات في الجزائر، بعدما أقدم شقيق المؤثرة الجزائرية أم بيسان على طعنها في بث مباشر على منصة انستجرام. الكل طلب مني إن أتكلم ليه هو عمل في شقيقته كده وطعنها بالسكين في رقبتها، ده اللي هنعرفه معاكم في فيديو النهاردة. تعود تفاصيل جريمة الأخوات في الجزائر إلى يوم الأربعاء الماضي بالتحديد في تمام الساعة 12:45 مساء بحي 800 سكن في ولاية الأخوات، عندما كانت تستعد المؤثرة الجزائرية أم بيسان للظهور في بث مباشر عبر حسابها على موقع انستجرام، لتفاجأ بشقيقها يسدد لها طعنات عدة بخنجر في رقبتها. وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية ووثقت ابنة المؤثرة الجزائرية أم بيسان البالغة من العمر 11 عاما، هذا المشهد المفزع على الهواء مباشرة من خلال بث مباشر عبر حسابها على الانستجرام، وظهرت الأم ملقاها على الأرض خارقة في دمائها وترفع السبابة للشهادة، وكانت الفتاة الصغيرة في حالة هستيرية لهول منظر. وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية أن الخنجر ظل مغروسا في رقبة المؤثرة الجزائرية أم بيسان خلال البث المباشر، حتى تم نقل السيدة الأربعينية إلى أحد المستشفيات القريبة من منزلها في حالة خطيرة. على الرغم من بشاعة جريمة الأخوات في الجزائر، إلى أن هناك من شك في صحة القصة، معتبرين أن هذا المشهد مجرد مقطع تمثيلي متفق عليه بين الأخ وشقيقته من أجل جذب المشاهدات وإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر. وخلال الساعات القليلة الماضية أوضحنا في متابعة لحالة المؤثرة أن إدارة المستشفى بالأخوات أعلنت أن الحالة الصحية لأم بيسان مستقرة في الوقت الحالي بعد تدخل الإطار الطبي وإجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة الخنجر من رقبتها. وأكدت إدارة المستشفى
أن العملية أجريت تحت إشراف طاقم طبي جراحي مشترك، واستغرقت ساعات عدة من أجل إنقاذ الضحية التي تجاوزت مرحلة الخطر الشديد في الوقت الحالي، وتخضع لرعاية طبية مكثفة في وحدة العناية المركزة بالمستشفى. ورد شقيق أم بيسان على كل الأخبار المنتشرة عنه والهجوم الشديد عليه، وكشف أسباب فعله لهذه الجريمة البشعة وهل كان يقصد قتلها، وقال: أنا اتفقت مع أم بيسان أنها لا تظهر في بث مباشر على أي موقع من مواقع السوشيال ميديا، وهي وافقت على طلبي، ولكن عندما خرجت من المنزل فتحت لايف على الانستجرام وأنا داخل المنزل بالصدفة حاولت أن تخبي مني الهاتف حتى لن أراها في اللايف، ولكن لاحظت عليها قلقها الشديد وعرقها على وجهها وكانت خائفة، وشاهدت اللايف الخاص بها وتعصبت عليها وكنت أقول لها لماذا فتحت اللايف مرة أخرى، وهي شتمتني واستفزتني وأنا كنت أقصد قتلها وليس إصابتها، والدليل على ذلك أنني طعنتها في رقبتها. ولكن الغريب يا جماعة إن في ناس اتضمنت معاه وبتقول إنه ما عملش حاجة غلط، وقالوا كمان شرف العائلة يجوز القتل لأنه عار وخزى أمام الناس، وقال واحد كمان راجل ونصف متضامن معاه على زعمة تقوله جريمة وعلى ما تسموش نشر، والفسق والدعارة جريمة، مع ان القانون يجرم الاتجار بالجسد ونشر الامور المخلة بالحياة وسط الناس. اكتب لنا رأيك عزيزي المشاهد في هذا الموضوع. برح كاريتا بولاد اغوار كاريتا ما تسموها الويسان بعباليش. واحد السيدة كانت ديرا لايف في الانستغرام، بالها ديرا لايف في الانستغرام نورمال قصرة عادي، دخل عليها اخوها صافا ديرا لايف، دخلها بوشية في عنقها، دخلها بوشية في عنقها، وهذيك البوشية قاعدة تلعب في عنقها، ضربت بنتها تليفون هذاك، بعد كاميرا في امها طايحة في الارض، كنت الشوك مسكينة شوكات ما امنتش باللي امها هي مضروبة كيما هكا، طايحة المرأة طايحة في الارض وبوشية ملاصقة في عنقها وقاعدة تبكي والدم يسير في الارض. بنتها ما مش عبوها عشان مسكينة تبكي ولا ما عرف روحها مدهوشة مسكينة قاع دير يدها هكا سبابة تعيدت على التشاهد تشاهد بلي زعما بلي راهي تموت، وما عرفنا لا ميتة ولا حية، والله لا تشوف هاد الصوالح قسما بالله العائلة العظيم تشوفها من عقلك الله يجعل الخير. هذا خوها كيما قالك ضربها بالضربات بوشية كيما قالك ما يوصلش لهاد الحد باش يضرب اختها كيما هكا بوشية في العمق، انسان يدير حوار لغة حوار يتفاهم معاها ويهضرو ماشي حتى يوصل دخلها بوشية في العمق علاش؟ شاك قدام بنتها بيزار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.